اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي راح نعرض لكم به ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها في حلقه اليوم او بالمواضيع اللي انتم تريدون تحجون بها. ارقام البرنامج اسفل الشاشه، تقدرون تتصلون باي وقت من الأوقات من الحلقة في أي رقم تختاروه، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة نقرأها إن شاء الله في الدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم ونبدي بالملف الصحي، وأول ملف ويانا اللي عاني ما يعاني القطاع الصحي بالعراق، يعاني بهواية من المشاكل خصوصاً بعد غياب التنمية بهواية من المناطق. فعل سنوات ما أنتج الاحتلال وحكوماته من الانهيار، واللي فاقمت من أزمة الفساد بهواية من المؤسسات الرسمية، فاقمت مشكلة تردي القطاع الصحي لبلد غني ماليا ونفطيا. مدونون ذكروا بزيارة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني رئيس وزراء حكومة الإطار أواخر السنة اللي فاتت إلى مستشفى الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد، ورغم صدم فيديوهات انتشرت لهذا المرفق على مواقع التواصل الاجتماعي، راح زاره ووعد أنه يسعى إلى تحسين الخدمات الصحية بالبلاد، لكن الكثير ما تغير، هواية من الأشياء بقت على حالها مثل ما هي من ذلك الوقت إلى هذا الوقت. فبخلال الأشهر والأسابيع الماضية عاد الموضوع وطفى على السطح وعاد إلى الواجهة، وهي مشاركة العراقيين مقاطع مصورة من بعض مستشفيات البلاد سواء في العاصمة العراقية بغداد أو في باقي المحافظات العراقية، واللي تظهر بها هاي الفيديوهات المستشفيات بحالة مزرية لهواية من عندها. وأكو هواية أسباب لتردي الواقع بالمستشفيات، بين انتشار نفايات، بين تلوث، بين غيرها. ومن بين الصور اللي تم تداولها خلال الساعات الماضية صور تم التقاطها من واحدة من المستشفيات الحكومية وراء ما جمعت بها النفايات بصورة غير طبيعية بسبب غياب المتابعة. فأنت تخيل مستشفى اللي المفروض تكون على أعلى درجة من التعقيم، أن تكون نظيفة إلى أعلى مرتبة، أن تكون خالية من الميكروبات والفيروسات، تدخل وتفاجئ بحالها هذا الحال. هذا حال المستشفى او هاي وحده من المستشفيات. للعلم هذا الحال شفناه بهوايه من المستشفيات. هذا الملف مو اول مره ناخذه ببرنامج صوتكم، ولا اول مره نتداول بهاي الصوره. هذا الملف طلعنا بهوايه فيديوهات اللي بها المستشفيات بهذه الحاله، واللي من المفترض لا وزير يبقى بمكانه، ولا مدير عام يبقى بمكانه، ولا مدير صحه يبقى بمكانه، ولا مسؤول يبقى بمكانه، ولا مدير مستشفى يبقى بمكانه، وكلهم يتعاقبون اشد عقوبه، لانه انت هنا دا تعرض حياه المواطنين للخطر في مكان المفروض حياه المواطنين تتعرض الى شيء مغاير للخطر. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور هوايه وصور جديده. احنا طلعنا مستشفى الرشاد للامراض النفسيه والعقليه برنامج صوتكم قبل ايام، لكن اكو فيديوهات جديده انتشرت على هذا المستشفى بحالته التعيسه، بحاله المرضى اللي نايمين بالقاع، واللي من المفترض ان يكون ببيئه تستقبل مرضى بامس الحاجه للرعايه النفسيه. الصور اللي طلعت بهذا الفيديو بينت حجم الوساخه اللي موجوده بالمستشفى المذكور، حجم النفايات، حجم الإهمال، وعدد من المرضى اللي نايمين بالقاع. ليش؟ لأنه بسبب حرارة الجو، لأنه المستشفى غابت بها أنظمة التكييف المركزي. خلونا نشوف. وشخص الحالة من قبل شنو؟
هاي المشكلة مو أول مرة تصير. هاي المشكلة بها هواية تبعات. طبعاً وراء ما تم تداول هاي الصور سارعت وزارة الصحة الحالية أن تصدر أمر إداري أن تسحب يد مدير مستشفى الرشاد التدريبي للأمراض النفسية والعقلية ببغداد على خلفية اختفاء 160 جهاز مكيف هواء وفقاً لما أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة بتاريخ يوم الاثنين 31 تموز 2023. عراقيون اعتبروا على منصات التواصل الاجتماعي سحب يد المدير بمثابة عقوبة خفيفة لشخص أمعن في إلحاق الضرر بمرضى لا يمتلكون من أمرهم شيء، فيما طالبوا آخرين بإنزال أقصى العقوبات بحق المدير. فخلونا نشوف الأمر الإداري اللي طالع من وزارة الصحة العراقية. نانا جمهورية العراق وزارة الصحة دائرة صحة بغداد الرصافة مكتب المدير العام عدد 124 تاريخ 31/7/2023 أمر إداري استنادا إلى تقرير الزيارة التدقيقية التي قام بها فريق تدقيقي من قسم التدقيق في دائرتنا التي أثبتت اختفاء أكثر من 160 جهاز مكيف هواء في مستشفى الرشاد التدريبي للأمراض النفسية والعقلية، تقرر أولا سحب يد مدير مستشفى الدكتور علي رشيد زرزور الركابي، تخويل مدير القسم الفني كافة صلاحيات مدير المستشفى، الإعاز إلى قسم التفتيش للإسراع في إجراءات التحقيق بالموضوع، رابعا ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره الدكتور جاسب لطيف علي المدير العام تاريخ 31/7 وصور منه بالتهميش إلى عدة أقسام. فأرد أسأل سؤال، شنو الغاية من هذا الكتاب وراء اللي صار؟ 160 جهاز تكييف مركز اختفت من المستشفى في ليلة وضحاها، شلون طلعت؟ انت ما تحكي على مديره بس، من طلعت من المستشفى اكو بالباب حراسة مال المستشفى، هذول شلون طلعوها قدامهم وساكتين؟ غير الحراسة اكو ناس مقيمة بهاي المستشفى وتشتغل بهاي المستشفى من دكاترة وممرضين وغيرها ومعالجين نفسانيين، ذولا كلهم شهدوا هاي، مو كلهم، اللي كان موجود اثناء سحب هذا المكيف هذا شهد هاي العملية. فشلون طلعت؟ فأنت تسحب إيد المدير مو كافي. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك عبد الهادي حسن، المفروض يصدر أمر إلقاء قبض على مدير والكادر الإداري والفني وتقديمهم للتحقيق ويمنع خروجهم بكفالة إلى حين انتهاء التحقيق. يعني شنو سحب يد؟ شنو هالكلاوات؟ حمزة القناص، بلد سايب تتحكم فيه الأحزاب السياسية الفاسدة، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلم العراق والعراقيين. وعلي القرعاوي، سحب يد لو سجن، يعني واحد يبوق كلينكس تحكمون 5 سنوات واختفاء 160 مكيف، هذا سحب يد؟ أنتم وين لقيتوا هاي الكلاوات؟ ومهند الحجازي يقول سحب يد وبعد أيام نقل إلى منصب مدير عام في الوزارة معاقبي خوش عقاب. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية، واللي من المفترض أنه هي تستقبل ناس صدقاً هم يحتاجون أمس الاحتياج إلى عناية خاصة، إلى طرق خاصة للعلاج، إلى تحمل من قبل القائمين على هاي المستشفى، إضافة إلى بيئة صحيحة حتى تقدر تعالجه من أي خلل نفسي. تخيل. عبد الله من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم. حياك الله اخويا. اشكرك حبيبي، شلونك اخي؟ هلا بيك. هلا بيك، تفضل اخويا. انا عبد الله من سجن بغداد. نعم. انا امس طبعا مسجون في سجن مساجي. يعني الاوضاع مساجي كلش تعبانه، من ناحيه الاكل تعبان. ناحيه كل شيء تعبان، يعني انا قلت يعني بس رحمه الله عايشين، على رحمه الله. اول شيء الناس اللي يتمرن لهم شغل بي. يعني عندهم هناك البشر رخيص كلش. نعم. وانا من احكي لك، انا من احكي لك انا كنت هناك. نعم.
نعم، انقطع الاتصال يا الاخ عبد الله. شكرا لك اخ عبد الله. امير من الديوانيه حياك الله. السلام عليكم استاذ العزيز. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك ولقناه الرافدين الفضائيه. حياك الله اخوي. حيا ودوم عزيزي. عندنا موضوع بخصوص قانون العفو العام، مناشده. نعم. مناشده عامه الى دوله رئيس الوزراء. نعم اخي العزيز، قانون العفو العام اللي هو سبق ونوجه رئيس الوزراء بجلسه الاعتياديه 30 هاي اللي الثلاثاء اللي فاتت، الجلسه. نعم. 30 وجه الامانه العامه باعداد مسوده لقانون العفو، ولم ترسل الى الان الى البرلمان الى هذه اللحظه، والابرياء والمظلومين يصارعون الموت بالسجون، يصارعون الفساد، يصارعون الماي وصل اللي هو الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو تزيل ماي ما جاي يوصلهم، سجن التاجي ولا سجن الكفيل، سجن بغداد المركزي، كروبار، الحمدان، البصره. فالناس جاي تعاني، جاي تناشد، ناشدوا دولة رئيس الوزراء لأكثر مرة، واللقاء مباشر صار ويا مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان، ولحد هذه اللحظة ماكو نتيجة. لا نتيجة معالجات خلل اللي الخلل الواضح اللي القاصي ودفه بالسجون، ولا معالجة حقيقية من قبل السياسيين لقانون العفو العام وتشريع الإنصاف الأبرياء والمظلومين، حتى إنه ما تنوخذ ماخذ سياسي أو ما أخذ ينحسب على جهة معينة أو لفلان جهة سياسية بدون ذكر اسمه. نعم. يا أخي إحنا بحاجة إلى عدالة. الدولة تبني بالعدالة، بالمساواة. نعم. بإنصاف مواطنيها. إحنا. نعم. لحد هذه اللحظة ما التمسنا الجدية بدولة رئيس الوزراء، وإحنا تأملنا خير به وقلنا إن شاء الله إنه ابن الداخل وكذا، ولحد الآن ما التمسنا شيء حقيقي وواقعي على أرض الواقع. نعم. شكرا شكرا لك امير. صلاح من الرمادي. صلاح من الرمادي ويانا. ام رعد من الرمادي، حياك الله ام رعد، اعتذر منك. ام رعد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ هلا بيك استاذ. بس عندنا شكوى على مود السجناء. نعم استاذ. اخويا والله مظلوم واخذوه من الحاسبه، كان ما عليكو اسم بالحاسبه له. نعم. وهسه 2022 حاطين اسمه بالحاسبه، واحد عقيد من المنطقه حاط. نعم. اسمه بالحاسبه واخذوه، وهسه بغداد والله ما مال واحد وما شايفته، صار هالسنه مو شايفته، ويوميا يخابرنا يريدون من عنده بطاقه مو 25 لو يحولوه بغير قاعه. نعم. لو يريدون من عنده اشتراك مال المجمده يبيع لهم اياه ب3 ملايين، ويجون ورا فتره ياخذوها على اساس يسوون هجومات على السجن وياخذون المجمده لو البلازما، يقول والاكل يجيبون لنا اياه، الشوربه كلها تكرم مال بريعصيات، عظام مال بريعصيات. نعم. بنحول له فلوس من عندنا حتى دا يشتري اكل من برا، يقول انطيهم فلوس، ينطيهم 25 دا يجيبوا له الاكل، يقول هاي صار اللي من رمضان اللي هسه مصيم على الاكل ما حد يجيب له شيء. وهل دا يشكي هسه يقول داخل السجن هوايه دا يموتون جوع وبيهم تدرن هوايه. نعم. وحر. نعم. يقول يوميا نشارك بسبليت، نحط لنا سبليت، يقول يجون ورا فتره ياخذون السبليت من عندنا يقولون لنا تشترون لنا سبليت جديد. والله واحنا ما عندنا حتى، قاعد نحول بطايق على مود يشتري هناك ودا يشارك بالقاعه. نعم نعم. صار معلوم، صار معلوم امراه. شكرا شكرا لك. ابو حسن. ابو حيدر من ميسان، حياك الله يا ابو حيدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عزيزي اذا تنطيني شويه المجال، وانا شوي خاف اطيل عليك، اكو حمله داخل قلوبنا. اكو حمله شنو؟ حرقه داخل قلوبنا جاي احكي، بس اسمح لي اتكلم. حبيبي انت على الهواء مباشره، بس يعني بسرعه، عندي مواضيع وعندي ناس همين. اقول خير يا الله، خير يا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم الاجر باستشهاد الامام في الحسين عليه السلام. عليكم السلام. الحسين خرج اصلاح امه جده، فامه جده تخص كل الطوائف، ماكو قسم طائفه معينه، هاي وحده. ثاني شيء عفى الله عما سلف، هاي
يقول عفى الله عن ما سلف الدين. احنا عندنا سجناء والسجناء ابرياء داخل سجن التاج بالتحديد. القاعات يعني القاعة زينة يبيعونها بفلوس. الاكل يعطونه موشي. معلوم. عند ابني بيتدرن داخل السجن بيتدرن. نعم. ناخذ له العلاج ما ينطونه اليه. نعم. اليوم اكو حالات تدخل حالات بس احنا نجيب هدوم، نجيب مثلا ملابس لهم ما تدخل، الشفرات والسكاكين شلون تدخل للسجن؟ وتخليهم عصابات هناك مافيا. نعم. يعني احنا مثل المشتكى لله. يعني انتم من شلفخ. الله الدين يقول اللهم اجعلني ظالما ولا اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما. شنو الظلم هذا؟ احنا تأذينا سنة وشيعة. نعم. مو طائفية بس سنة وشيعة احنا ابتلينا بهذا البلاء اللي اجانا. احنا انتم عندكم ارهاب، الغربية عندها ارهاب، واحنا عندنا مخدرات. منين اجت هاي؟ السياسيين جابوها لنا. ما يخالف هسه انتم جاي تتعاملون ويانا يعني بالعفو العام، بالعفو العام، وين العفو العام؟ صدام حسين اللي امس تقولون علي طاقته ما اطغى من عده. صدام حسين ما سوى مثلكم. احنا من عمارة هسه كان عندنا سجن هسه سوى سجن ثاني. يعني بالعكس انتم الدولة تصلح لو سويتش سجون ثانية. نعم. احنا الى لمن نشتكي؟ احنا نوصل صوتنا، رجاء نوصل صوتنا. وصل ابو حيدر والكل سمعوك. شكرا لك ابو حيدر، وحتى السياسيين سمعوك هسه، الكل سمعوك هسه. مدن العراق بالايام المضت شافت ازمه بتوفير الطاقه الكهربائيه مو طبيعيه، ورا انقطاع تام للتيار الكهربائي طول ساعات هوايه. تزامن هذا الشيء ويا الارتفاع الكبير بدرجات الحراره، واعلنت وزاره الكهرباء بحكومه الاطار التنسيقي اول البارحه انه صار اكو توقف تام لمنظومة الكهرباء بكل العراق، ورا تعرض محطة توليد للطاقة الكهربائية الى حريق واستهداف لابراج النقل الخاصة بالطاقة، واكدوا ان هم فتحوا تحقيق بالموضوع. طبعا قضية توفير الطاقة الكهربائية بفصل الصيف بالعراق هي واحدة من اكبر الازمات اللي تواجه الحكومات المتعاقبة، لانه تعتمد العراق او يعتمد العراق على ايران سنويا، خصوصا لما يصير اكو قطع لامدادات الغاز الايراني اللي يستخدم لتشغيل المحطات الغازيه، والعراق يحرق غازه بوسط تخوف حكومي من خروج الامر عن السيطره بسبب انخفاض ساعات تجهيز الطاقه الكهربائيه. مواطن عراقي انتقد هذا الصمت على انهيار الكهرباء، واستغرب من رفع شعارات هيهات من الذله، اضافه الى ادعاء قطاع عريض من العراقيين بتمسكهم بنهج الحسين في وقت ما يثورون به ضد من يتسبب بأزمة الكهرباء ويفاقم من معاناة أطفالهم. خلونا نسمع. هسه الساعة من 2 بالليل ماكو كهرباء، ماكو كهرباء، والدنيا حارة، درجة الحرارة 50، ماكو كهرباء. يرجع من الموكب يروح للطوم وللعزاء يلطيم ويروح للموكب، من يجي للبيت يلقى ماكو كهرباء وما ينتفض ضد الظلم والفساد. شنو اللي تعلمناه من قضية الإمام الحسين؟ شنو اللي تعلمناه إذا ما نطلع ضد الظلم وضد الفساد ونطالب بحقوقنا ونطالب بالإصلاح ونصلح وضعنا؟ يعني هاي بس لطم؟ شنو بس لطم؟ شنو كاتلنا الضيم وكهرباء ماكو؟ ساعة بالثنتين بالليل ماكو كهرباء، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى هاي الأطفال والنساء والكبار بالسن والمرضى تتلوع من الحر؟ كافي، شنو اللي تعلمناه الإمام الحسين؟ احنا يعني شنو نضحك على روحنا؟ هذا رأي، اما الرأي الاخر بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر والارتفاع الشديد بدرجات الحراره انه العراقيين ما دا يلقون سبيل لتخفيف الحر، لانه دا يحسون انه قيض بسبب فصل الصيف الحار، ولهالسبب دا يروحون يسبحون بالانهار. اثناء لجأ مواطن من الموصل الى نهر دجله هربا من درجات الحراره العاليه والاجواء الملتهبه والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ووثق لكم المقطع التالي اللي يبين به حاله وحال العراقيين في مثل هاي الاجواء الحاره. يعني بسبب انقطاع الكهرباء ودرجه الحراره العاليه هذه انا عايش بالماي من 9 الصبح للأربعة المغرب، انا بالماي هنا، هذا سريوبي وقداي هنا بالماي، انام بالماي. يعني تروح للبيت تنور البيت في منطقة الحار، شو نسوي؟ يعني ثاني معاك بالكهرباء، والله زحمة بالعراق يعني العيشة صارت. أنا وصانيتي وحتى نام هناك معاه، وراح أكمل
مسيرتي بالعيش داخل الماء بسبب الحر وبسبب انقطاع الكهرباء، وذل اغراضي وهذا راح اجيب وخلي باقي اغراض هناك، وحتى هذا فراشي جبته راح انام داخل الماء. يا شو اسوي يا اخي، وين اروح عجل؟ اموت بالبيت من الحر لو اعيش بالمياه افضل، انت مش تقولون يعني؟ هذا الحال همينه حال العراقيين اللي تشوفوا امامكم، مو بس النهر هم اللي يلجؤون به العراقيين حتى او يروحون للنهر حتى يبردون نفسهم، لا هم يهربون من انقطاع التيار الكهربائي ودرجات حراره عاليه بطرق اخرى، لانه اكو ناس اخرين يروحون الى المبيت في المزارع، المبيت في البساتين، املا في الحصول على نسمه هواء بارد. وهاي النبتة نبتة الطريطة كانوا أهالينا قبل ينامون بنصها حتى شوية تجيهم شوية هواء بارد، ولهالسبب راح تسمعون هذا الرأي. كله بدون كهرباء، كذا دخلنا قتال شلون؟ أدر وين الإعمار، تصليح العراق والتريليونات والسياسيين آلاف مؤلف البرلمانيين، شي تروح شي تجي، محافظين وزراء، لك ما تستحون ما تخجلون، ننام يم الطرطيعات، رجعنا مثل القبيل، لك الله يرضى نطلع ما كل البيوت تلهب نار، ننام يم الطرطيعات، لك هاي تالينا، وانتو نايمين اعظم نومه ما تهتمون، حتى لو العراق كله ما بي كهرباء، مولدات كاتم ملايين الدولارات، عوائلكم ترقص والبناطير والها، منو عملاء سرسري الله بيانا بيكم، تدرون اني ما نايم، ساعة تجيني حية، ساعة يجيني ابو بريص اطوب للبيت كاتن الحر، مالها غير الله وياكم، الله ينتقد منكم ومن عوائلكم. هذا حال العراقيين لما يحسون بقيض في فصل لاهب في بلد مثل العراق، أغلب سنواته في هذا الفصل بالتحديد يسجل درجات حرارة عالية جدا. فالناس بعد ما شافت هاي الفيديوهات وكثير من الفيديوهات اللي تم تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه إحنا لقينا هاي على المواقع، علقت وغردت وتصدر ترند اللي هو هاشتاج ماكو كهرباء. وجبنا لكم بعض التعليقات حول هذا الموضوع أو التغريدات على منصة تويتر من عمر الجاف، يقول 100 مليار دولار صرفت على الكهرباء خلال 20 سنة، مؤسف جدا أنه في ظل العلمنة والتحضر وعصر السرعة والصراع مع الوقت والحركة وعبور 2020 بثلاثة أعوام، هذا العام المميز برقمه، تأمل أشقد ناس من أسلافنا تمنوا وصوله، تأمل أن أساسيات الحياة كل الخدمات وعلى رأسها الكهرباء مقطوعة. تغريدة أخرى من خليل الخالدي يقول قبل سنة تحترق المستشفيات بسبب تماس كهربائي، حاليا تعطل الكهرباء بسبب حريق. الحكومة التي تنتج دعاية تلائم أحزاب السلطة فيها لا تصلح حال البلد، لا تصلح حال البلد إلى يوم القيامة. على كل حال اللي يحرق مستشفى ويفحم البشر ما توقف بعينه أنت وأطفالك إذا عشتوا بالحر بدون كهرباء ومي. ريان والله العلي العظيم أحزد أموت، ما باقي عندي طاقة تتحمل الوضع والحر، متت من أمس ب 12 الظهر انقطعت الكهرباء وللآن ما جتي، شنو السالفة؟ علي أحمد من 2003 لحد اليوم الحكومات تتفنن بتعذيب الوطن والمواطن وهم عباقرة في الكذب والضحك على الشعب وبيع الأوهام والخزعبلات. هاشتاج هاي تغريدة وغيرها على هاشتاج كهرباء ماكو. أبو علي من الديوانية ويانا، حياك الله يا أبو علي. يا حياك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو ابو القاسم اخوي قال له النظام الصاغ ذاك السابق، نعم، قال له ليش ذولا طلعوا مظاهرات؟ قال له ذولا غوغائيين، كلمه غوغائيين جوعانين. نعم، احنا هسه غوغائيين، ناس نطالب يعني ما خلينا مكان وياهم، لا كهرباء لا ماي لا صحه. زين احنا هذا الوطن شنو نبي؟ حرموا علينا نسواننا الانتخابات طلعنا، قتال داعش طلعنا، شفتوا ما ذكرتونا بالفيل بالشميس، لا ماي لا صحه، بس الضرائب علينا. زين انتم احنا شلنا بالوطن؟ الى الوطن ترى بعد ما حد عنده ولا للوطن، من هذول لعبوا نفسنا من الوطن كله. نعم.
دفعنا الضرائب من دمنا ومن لحمنا وطلعنا بوخر شواد مقادين بالتفا في قصر الكهرباء. هي كهرباء باكو يريد مليون دينار مال كهرباء المن نطيها للمولدة للكهرباء للماء الشطوط اليابسة هاي. يعني والله مشكلة يعني مرجعية ما ناصرتنا يوم ما ناصفنا يوم. الإنسانية بالعراق السياسيين ما لكم نية تناصفونا إلا ما لكم نية تناصفونا هنا بالجنوب تحفظنا اعطونا دولة أي دولة تستقبلنا نطلع ترى على معظم الجنوب ناس فقرة اللي تشتغل عمالة واللي تشتغل حمامين واللي تشتغل بالعتيق ترى هذول الزناقين كلهم الأحزاب التيار والإطار نفس العملة استلموا الكهرباء الإطار التيار استلم الكهرباء والصحة منها عليها لفت نفسها يحظى بها والإطار كذلك. يعني احنا هنا بشر قاعدين بالجنوب نعم ولكم عطوا الله بين أيوركم لا أنتم تناصرنا ولا المرجعية وخافرتنا راحت متنا والله متنا والله متنا والله متنا. يعني من نقول لك والله متنا الله تخلق السماوات والأرض من نقول لك والله متنا كون المقابل عدة قليل 1% من الإنسانية يسمع هالكلمة يقول صحيح والله. نعم 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 شكرا شكرا لك أبو علي. يمتلك العراق أقل معدل ساعات عمل رسمية. طبعا هاي مصيبة من المصايب لحكومات ما بعد الاحتلال وآخرها حكومة الإطار الموالية لإيران. طبعا ربما حول العالم بواقع 7 ساعات يوميا مثل ما تشير منظمات معنية بمراقبة أداء الموظفين، لكن ساعات العمل الفعلية بالغالب هي أقل من هذا الرقم بهواي، ما بها 2 3. الموظف العراقي بالدوائر الحكومية يمارس فعاليات حياتية كاملة داخل هاي الساعات المخصصة للعمل، ابتداء من الريوق إلى الغداء مرورا بالثرثرة والوشايات والإشاعات واللي شابهها من هذا الأمر واللعب بالموبايل والألعاب الرقمية وغيرها 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 وغيرها. وينعكس هذا خصوصا مزاج المواطن على أو عفوا مزاج الموظف على المواطن خلال مراجعته لإنجاز معاملته اللي يكون عنوانها البارز المعاناة الكبيرة وساعات الانتظار الطويلة والبيروقراطية المتعبة إضافة إلى الرشاوي والفساد. البطاقة التموينية ودوائرها التابعة لوزارة التجارة تعتبر حلقة من حلقات المعاناة للمواطن، على الرغم من إعلان الحكومة أنه هي حدثت هذا الأمر حتى تكون بطاقة إلكترونية، إلا أن المواطن في بغداد أو المواطنين في بغداد عبروا عن شكواهم بسبب الإجراءات الصعبة لعملية التحول اللي أجبرتهم أن ينتظرون بسرة طويل جدا شوكت فصل صيف بدرجات حرارة عالية وملتهبة. تعالوا نشوف سوية حال المراجع. هذا اللي دا يراجع حتى يحول البطاقة التموينية، يا ريتها بطاقة تموينية معتبرة أو حصة تموينية معتبرة، هل اللي دا يحصل من الحصة التموينية؟ شوفوا حاله. نطلع من بغداد ننزل إلى عروس الخليج العربي أو كانت تسمى عروس الخليج العربي البصرة، اللي ما تختلف فيها المعاناة عن بهاي الدوائر على الرغم من اختلاف الدائرة أو المسمى للدائرة اللي التقطت منها هاي اللقطات. المواطنين هنا دا يراجعون دائرة الضريبة في محافظة البصرة، اشتكوا من تعطل أجهزة التكييف المركزي وارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة الجنوبية، والكل يعرف ايش قد تصير بها درجات حرارة، إضافة اشتكوا من الفوضى في استلام معاملاتهم من الفساد، اشتكوا من البيروقراطية العالية والروتين العمل اليومي المتعب، إضافة إلى انتظارهم إلى ساعات طويلة. خلونا نشوف. انا هسه مثل هاي وكيلة المدير هذا ضريبه دافعها 36 مليون وانزل بسرعه هنا حالي حال الوادم هاي زين صار لي من يوم 23 انا واليوم جيت يوم 31
وين المحافظ؟ وين مدير مدير الهيئه العامه للضرائب؟ وين رئيس الوزراء؟ خلينا نشوف عن الفصل. هاي المرحله والحر ها كل ما يشتغل عقوبه انه ما هذا حال المواطن العراقي لما يراجع الدوائر الحكومية. وأيضا هذا الملف طلع ويانا في حلقات صوتكم كثيرا وطلعنا هواية من الدوائر على فيسبوك. نادين تقول إلى متى تبقى دوائر البصرة ازدحام؟ وين ما أروح ازدحام؟ ليش معقولة ماكو حل؟ خالد أبو محمد المحمداوي يقول يعني صدق ذلة للمواطن ما يصير هيك، ماكو حل، ازدحام وماكو كل تقدير واحتقار للمواطن مع الأسف. وناصر الفاضل يقول دائما العراقي مهان في بلده وفي أي دائرة إلى الله المشتكى. منتظر الجزائري لما يدفع فلوس والما عنده معارف بدوائر الدولة هذا مصيره، أن شاء الله يخلصنا من هاي الأحزاب. فقضية المواطن العراقي لما يدخل إلى الدوائر الحكومية هي معاناة رسمية أو معاناة فعلية. عباس من واسط، حياك الله يا عباس. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخي بخصوص العفو العام عن الابرياء. نعم. صار هاي اشهر يوعدونا اليوم باكر، اليوم باكر وكل شيء ماكو نتيجه. نعم. زين ثانيا هو يسجين، اليوم لما يسجين يخلوه الافراج الشرطي. عمودي علي سلوكه تتحسن. نعم. يعني بالنسبه لنا نزلوا ثلاث اشهر تعرفون هاي الافراج الشرطي، زين اذا هو سجين ولغى الافراج الشرطي شنو ظل السجين بعد؟ نعم. انا اليوم غير سجين عمود على حسن سلوكي، يقول لك حسن السلوك ينزل لك بالنسبه لنا ثلاث اشهر. نعم. زين اذا هو ثلاث اشهر مثل ما تقول حرم من يمهن، شو راح يحسن سلوكه اذا هو داخل السجن؟ نعم. وفوق هالمعاناه يرتلعها، فوق هالشغلات الممنوعه داخل السجون باي سجن اثنين متوفره موجوده. نعم. اي هاي حالتنا. نعم. يعني ارسل احد سجون وين ما كان، روح لاي سجن حتى المواجهه حط عليها اي اكله ما تطب له، ملابس بالقوات يلا تطبب له الا لون مخصص له. واللون المخصص اذا طلع شويه اختلاف هم ما يدخل. شنو اللون المخصص يعني؟ الاصفر، مثل ما تقول هو هذا اصفر، يقول لك لا هذا اصفر مو طوخ. ها يعني لون المرقه. هو يقول غير قال لك اصفر، جيب له اصفر، قال لك لا هذا اصفر ما يردونه، لو شويه فاتح، لو شويه غامض، لو فد شيء، يعني معاناه يعني ساعدنا والله. ونطالب بالعفو العام عن الابرياء. نعم. ما اقول لك لا، اقول لك التجار المخدرات لا والله، التاجر وتلقى عنده كميه لا والله طب مرض، بس اكو يعني متعاطي. انا بالنسبه لي اخ اخوي عندي اخ واحد هو تعاطى وعالجناه. نعم. كل شيء ما عنده، يعني لما لزمه لا عنده مخدرات لا ادوات مخدرات، كل شيء ما شواهد ما علي، مثل ما تقول يقول تاجر هو بين بايع لهم، ينحكم تاجر ثلاث سنوات. نعم نعم نعم. اي والله حكمه ظلم وبظلم. نعم. حتى ما يخالف انحكم هذا الحكم وصار لك سنتين الا، يعني قالوا نخلص نص المده. لا الافراج الشرطي ولا عفو عام، ومتبهذلين، شاف المعاناه اللي عند اهل السجين. نعم وصلت اخ عباس، شكرا جزيلا لك. قضيه السجناء يعني قضيه عويصه في هذا البلد، بس مال لون الاكل هاي جديده. عيني دائرة السجون أو القائمين على السجون العراقية سووا لكم قائمة ووزعوها على ذوي المعتقلين حتى يعرفون اللون بالدرجة، حتى المرأة من تطبخ أو أهل البيت يطبخون لولدهم يطابق لك اللون. أدري صباغ ما سيارات هو، لا حول ولا قوة إلا بالله. قضية جديدة عتيقة، شون يعني؟ يعني هي قضية موجودة حكينا عليها هواية وبرنامج صوتكم، بس كل فترة وترجع تطلع. تجهيل المجتمع، وأهم شغلة في قضية تجهيل المجتمع هي المراقد الدينية الوهمية اللي تنتشر بالعراق وبعدات كبيرة خاصة مناطق جنوب البلد. أكو هواية من الزوار يروحون إلى القبور، هواية زوار عراقيين على طوال العام يزورون قبور ومراقد الأولياء والأئمة سلام الله عليهم، يعتبروها إرث من أهل البيت وأهل الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من خلال هاي القضية واستغلالاً إلها يهمون المواطن البسيط مما يفتقر إلى الثقافة الدينية السليمة
ويلعبون على عواطفهم واستغلالهم دينيا حتى يكسبون فلوس ويتاجرون بهم ويحصلون من عندهم على أموال ويثرون ويصيرون أغنياء، واستغلوا حالة الجهل لنيل الجنة والتقرب من الله لدى البسطاء. بهالسياق تفاجأوا مواطنين بالمثنى وهم ماشيين بسيارتهم، فجأة يطلع لهم مرقد جديد لسميكة ولطيفة ويدعون أنهم من تسبيل لسيدنا الحسن رضوان الله عليه. خلونا نشوف ايش علقوا على هذا الموضوع. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى كافة العراقيين، نرقد ملكم المزار الجديد سميكة بالتشلاقة مدري منين، عوسم بعد بس عذيب وشليش وسوي بيت الطين. طلع ما تستحون، مو عيب عليكم، يومي إمام جديد عم وين صايرة، حتى بالقرآن ما مذكورين بالإسلامية، ما صف الأول ماكو، بالعباس ماكو. هذا اللي علقوه الناس لما شافت هذا المرقد. ولما نتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد، أو لما نطلع عفوا من بغداد ونتوجه إلى المحافظات الجنوبية، تلقى عشرات اللوحات مصطفى بالشوارع ويافطات على طول الطريق تشير إلى أضرحة لأولياء صالحين ينتهي نسبهم إلى أئمة أهل البيت. طبعا غالبيتها هي مراقد وهمية وبأسماء غريبة يتم استناد بنائها على روايات شفهية ومعجزات ما لها صحة ولا لها حقيقة، ويتناقلها السكان وتجار الدين. منو يتأثر بيها؟ يتأثر المواطن البسيط اللي جاهل. مثلا بميسان جنوب العراق لما نسمع بمرقد وهمي إلى السيد أبو عربانة بحلقة جديدة من حلقات تجهيل المجتمع وإغراقه بالخرافات من قبل تجار الدين والقائمين على هذه المراقد، من يتاجرون ويكسبون مال حرام لأنه دا يتاجرون بعواطف الناس البسطاء. خلونا نسمع. احنا حاليا بالعمارة تحديدا أبو عربانة. حسن اشرح لنا شلون صارت هاي التسمية وشلون اجت هاي التسمية مالت أبو عربانة. احنا اسمه حاليا ما نعرفه شنو اسمه، بس الماشي يعني عند العالم أبو عربانة. أبو عربانة شلون جت هاي التسمية؟ هاي التسمية بسبب هاي العربانة. شوفوها هاي العربانة تعتبر عند الناس المنطقة هاي تعتبر عربانة مقدسة. ليش؟ هاي العربانة كان اكو سيد، هذا السيد هذا مقامه ناقبره مدفون، جايين اثنين ناس مخلين العربانة هاي، قالين يم هاي السيد هاي العربانة أمانة مرنينها يم القبر مالت السيد، وماشين من ماشين باقي العربانة، فإجوا حراميين شافوا العربانة وكانت العربانة يعني مو شوي غالية والهدورة بالشارع على قبل، فرادوا يبون جروها رادوا وسحلوها ما أجت. واي ناس حاولت وياها رادوا يرقونها من هذا المكان ما صارت فضلت، فمشت على ابو عربانه هاي التسميه ابو عربانه. يعني اذا اريد نفكر بها هاي عقلانيا، هو نطه تاريخ، تاريخيا تاريخ صناعه هاي العربانه او البدي ويا التاريخ اللي قاله ما يتوالم. رقم واحد. رقم اثنين، مقلوبه ونايمه على ظهرها والتيارات تتركب فوق بلاي تيارات، فاكيد ما حد يقدر يشيلها الا يجي شفل او شوكيه حتى يشيلها. فهاي الحكي يعني ها وش يقول؟ يقول هم حطوها هناك وأمنها يمه، زين نقلوها لهنا وحاطين جواها طابوق حتى يجي واحد يباوع من جوا يشوف شكو بيها ما بيها. عيب. من هو أبو عربانة؟ من سميكة؟ ومن خضراوات؟ من ذولة؟ وقطارة الإمام علي اللي راحوا بيها عشرات وغيرها 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 وغيرها، والتركتر والحاصودة والخروف وما أعرف شنو والهريسة والعامود، هواية أشياء بالعراق تصير ما لها علاقة بالعقل. وحتى أئمة آل البيت عليهم رضوان الله وسلامه براء من كل هذا اللي يصير، لأنه حالنا صار حال الكفار لما بدأوا يعبدون أشياء هي ما لها علاقة برب العالمين. مع الأسف ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وكان أول تعليق من فيسبوك أحمد الحلبوس يقول: قديما كان يقال القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، ولكن الآن مع الأسف الجهل عم البلد بأكمله.
أسامة القريشي ولكم ولكم عيب مصرت مضحكة مقامات منتشرة في كل مكان وأكثرهن كلاوات ياهو اللي إجا وبنى بلوكات وصبغهن لون أخضر وجاب حنة وحناهن وعلى باب الله يسطون يبسطون بيهن. يوسف الجابري بعد كم سنة يطلع سيد أبو تك تك وهمين الناس اللي مغسولة عقولها تصدق بي. وأم حسين العبيدي تقول صدق كذب والله خزيتونا بريء منكم أهل البيت ومن هاي التسميات. فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية. جريمة الاتجار بالبشر هي واحدة من أبرز الجرائم اللي نشطت بالعراق خلال السنوات الأخيرة وبعد احتلال الولايات المتحدة بنية الديمقراطية للعراق. السلطات تسجل وقائع شبه يومية يتم بها استغلال فئات مثل المعوقين، المشردين، الفقراء والأطفال في العمل تحت ظروف صعبة أو مجالات بعضها مجرم في القانون مثل الدعارة، التسول، تهريب الممنوعات، إضافة عن التوجه إلى آلاف الشباب نحو الهجرة السرية بسبب الظروف اللي دا يعيشها البلد. بوسط انتقادات متكررة لإجراءات وخطط مكافحة هاي الجرائم يحتفي العالم في 30 تموز في كل عام باليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر والأشخاص. وبهذه المناسبة سلط قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الضوء على هذه الجريمة وأبعادها الخطيرة على المجتمع. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الانفوغرافيك. مصادر صحفية كشفت عن عرض قدمته حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني إلى الكويت يتم بموجبه موافقة العراق على الاعتراف بمطالب الكويت بالحدود البرية مقابل الحصول على ضمان باعتراف الكويت بالحدود المائية العراقية. بدورهم عبروا ناشطين عن استغرابهم من تعهد محافظ البصرة أسعد العيداني للجانب الكويتي بإزالة المنازل المحاذية للحدود في مدينة أم قصر وتسليم المنطقة إلى الجانب الكويتي خلال أيام، إضافة عن تسليم حقل الرتقة الرميل الجنوبي إلى الكويت واللي اعتبروه العراقيين والمغردين والناشطين تفريط بحقوق العراق مقابل فتح ملحقية تجارية تابعة لدولة الكويت بالبصرة. ولهالسبب الناشطون تفاعلوا على وسم هاشتاغ نرفض ترسيم الحدود مع الكويت اللي تصدر ترند تويتر لخلال الساعات الماضية عقب تفريط الحكومة بأراضي عراقية لصالح الكويت وفقا لهذا الاتفاق اللي يجري تحت يافطة ترسيم الحدود. وجبنا لكم بعض التغريدات. زهراء جمال: بينما العراق المسكين منشغل بالفقر والبطالة وانعدام خدمات الماء والكهرباء والمشافي وبينما تستثمر أحزاب العار بالإمام الحسين طائفية وتجهيلا تجري المرحلة الثالثة والأخيرة لبيع ما تبقى للعراق من حقول نفطية حدودية وحدود مائية وموانئ.
زمرد وسام: نرفض رفضا قاطعا أي ترسيم جديد للحدود مع الكويت. العراق تحت الاحتلال الإيراني والحكومة في العراق غير شرعية منصبة من قبل العميد قاآني وهو رئيس سلطة الاحتلال في العراق، فلا يجوز لحكومة الصخماني اتخاذ قرار مصيري واستراتيجي نيابة عن الشعب العراقي. عمر الحلبوسي: منذ 2003 والخونة يوقعون اتفاقيات مع الدول تقضي باقتطاع جزء من العراق، هذه الجرائم تقضي لخنق العراق وجعله مطوق ومنح الجيران أجزاء مهمة واستراتيجية من العراق. كل توقيع باطل وكل اتفاقية باطلة، فلا شرعية لحكومات الاحتلال، وما سرق اليوم يعاد غدا. أما خلود كريم: الحدود العراقية مقدسة كقدسية الدماء الطاهرة التي سالت عليها من أجل الحفاظ على العراق أرضا وشعبا. العراق مو ملك اللي خلفوهم ويهبون ما لا يملكون، هذه كارثة بحق الوطن. الله أكبر، يجاملون الدول على حساب سيادة العراق وأرضه ويقولون إحنا رجال دولة، اللي يفرط بأرضه يفرط بعرضه. هاشتاغ نرفض ترسيم الحدود مع الكويت. هاي التغريدة وغيرها كانت على هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق. مشاكل العراق كثيرة جدا، وحكينا عن هواية عن مشاكل العراق. وآخر مهازل سياسي العراق أو سياسي الصدفة بعد عام 2003 أنه بدوا يقتطعون من أرض العراق ويبيعون إلى دول الجوار رغبة في زيادة الإرث المتبقي لأولادهم بالبنوك وزيادة أرصدتهم. فهل يعقل هذا الأمر؟ أنا أنقل هذا السؤال لكم يا مشاهدين الكرام، لأنه الكلمة الأولى والأخيرة بديكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.